مساء الخير، بنرحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أحداث الساعة. خلال حلقة اليوم هيكون لينا حديث حول جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان موجود في مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفيا بأسوان. كمان على المستوى الدولي هيكون لينا ملف النهاردة مهم هنناقش فيه بالتفصيل مع ضيوفي الكرام. هنتكلم عن سخونة وصراعات الانتخابات الرئاسية الأمريكية رقم 60 في تاريخ أمريكا، واللي اشتعلت مبكرا من أجل الطريق إلى البيت الأبيض على مدار ساعة إلا قليل. هكون مع حضراتكم أنا خلود زهران. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة أسوان اليوم مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفيا أسوان اللي أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة أسوان، وافتتح رئيس الجمهورية في يوليو 2022 ضمن 8 مراكز لإبداع مصر الرقمية. يهدف المركز إلى تهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمي وريادة الأعمال وتوفير التدريب المتخصص في مختلف المجالات التكنولوجية لطلاب وخريجي الجامعة والشباب، بما يساهم بشكل ملحوظ في إعداد كوادر رقمية وتمكينها من الحصول على فرص عمل متميزة بالعديد من الشركات الكبرى. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا علا راشد خريجة معهد تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية في أسوان. برحب بك يا علا. أهلا بحضرتك. أولا يمكن إحنا عايزين نتكلم عن جولة رئيس الوزراء في المركز. هو استمع لقصص نجاح عدد من الخريجين علشان يطلع ويعرف إيه الاستفادة وإيه التخصصات وإيه المجالات وإيه التدريبات اللي أخدتوها علشان تأهلكم لسوق العمل مش بس المحلي ولكن كمان العالمي. لو تقول لنا كده عن تجربتك في المركز، ويعني أكيد يعني معنا قصة نجاح عايزين نسمعها. اوكي تمام. انا خريجة تجارة انجلش اسوان، اخدت كورسات في الاي تي اي كرياتيف اسوان مركز ابداع مصر الرقمية. بدأت من وانا في سنة اولى ادرس برمجة، بدأت مع التدريبات الصيفية اللي كان بيقدمها معهد اي تي اي كرياتيف اسوان. بعد كده اخدت تراك الثلاث شهور في مجال الفرونت اند كروس بلاتفورم موبايل ديفلوبمنت، خاص بتطوير تطبيقات الويب وتطوير تطبيقات الموبايل. ده طبعا ساعدني واهلني ان انا اقدر اشتغل فريلانسر واساهم واشارك في سوق العمل الحر عالميا، مش بس جوه مصر او مع العرب عموما، لا كمان مع عملاء اجانب ومن خارج مصر. وحاليا كمان اشتغلت في شركه برمجه مقرها الاساسي السعوديه. طيب ايه رايك في المركز وايه اللي استفدتيه وايه اللي اتعلمتيه، ويعني عايزه تعملي ايه؟ عايزه تعملي مشروع خاص بيكي ولا عايزه تكتفي بانك تكوني فريلانسر؟ يعني كلمين عن طموحاتك واللي استفدتيه وتعلمتيه. المعهد طبعا بيقدم لنا فرصه عظيمه ان احنا مجالات مطلوبه عالميا بندرسها وبنذاكرها كويس قوي، وهو بيشرحها لنا بطريقه كويسه بنقدر من خلالها ان احنا نتعلم ده صح وننافس بيه على مستوى العالم. طموحاتي ان انا يعني في المستقبل ان شاء الله انشئ الشركه الخاصه بتاعتي في البرمجه وتكون من شركات البرمجه في الصعيد هنا. يمكن احنا كنا دايما يا علا بنطمح يعني كشباب ان احنا اللي بندرسه في الجامعات والمعاهد يكون مرتبط بسوق العمل، ان احنا نربط التدريب باحتياجات سوق العمل. اعتقد انه المركز يعني ربط بشكل كبير جدا ودربكم بشكل كافي وخلاكم ان انتوا قادرين ان انتوا تشتغلوا حتى من قبل ما تتخرجوا، ومش بس كده، لا احنا بنتكلم عن عائد مادي مميز ما شاء الله. كلمينا كده عن يعني عشان يعني نوع من انواع التشجيع للشباب التانية ان هي تهتم بهذا المجال تكنولوجيا الاتصالات، يعني كلمينا عن العائد المادي تقريبا اللي بتحصلي عليه من بعد ما اتخرجتي طبعا من المركز. العمل الحر في الفريلانسر احنا بنحصل على العائد المادي، بيبقى طبعا بالعملة الصعبة بالدولار. في الشركات بيبقى رينج المرتبات يعني من 5 ل 10. في بعض التطور بعد كده لما المبرمج يصبح يعني ايه من 5 ل 10؟
من 5 ل 10 آلاف جنيه. فيما بعد يعني لما بيصبح المبرمج سينيور بيبقى ادفانسد اكتر، المرتب بيزيد اكيد. انت ادفانسد او انت متطوره خلاص لان انت اوريدي متخرجه صح كده؟ لما بنتخرج على طول بنبقى لا لسه بنبقى فريش جراديويت من الكورس دي، فاحنا بنبقى لسه جونيور، بس بعد فتره بعد 3 شهور مثلا او 6 شهور بنبدا ان احنا نبقى ادفانسد شويه. كل التوفيق ليكي يا علا، وبنتمنى لك كل النجاح. علا راشد خريجه معهد تكنولوجيا المعلومات مركز ابداع مصر الرقميه باسوان. معانا كمان شيرين رجب خريجه معهد تكنولوجيا المعلومات بمركز ابداع مصر الرقميه باسوان. برحب بيكي يا شيرين. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بيكي. كلمينا اكتر عن نفسك اولا، وعايزين نعرف منك ايه اللي اتعلمتيه وايه البرامج والتخصصات اللي انت استفدتي منها من داخل هذا المركز. هو انا في الاساس من اسوان مركز ادفو، خريجه كليه تجاره. تمام. بعد ما خلصت كليه تجاره يعني سمعت عن المركز وكده وقدمت فيه. بعد ما قدمت في المركز الحقيقه ما كانش عندي اي خلفيه يعني عن البرمجه نهائي. فالميزه في المركز كانت ان هو بيقدر يعني كان موجود منح قادره ان هي تحولنا من احنا كاننا ما عندناش اي خلفيه للبرمجه لناس مؤهلين ان هم ينافسوا في سوق العمل. انتوا قعدتوا كام سنه او المعهد ده او المركز ابداع مصر الرقميه يعني بتقعدوا فيه قد ايه تقريبا المده الزمنيه؟ لا خالص، هي مش كام سنه، ده هي كل منحه يعني هي اكبر منحه بتتقدم في مراكز ابداع مصر الرقميه او اي تي اي اصلا 9 شهور. بس احنا كمان عندنا في اسوان المنح 3 شهور بس، يعني انا اخدت منحتين على بعض الاثنين 6 شهور، منهم واحدة فاندمنتال دي اتعلمت فيها اساسيات عشان انا ما كانش عندي اي خلفية عن البرمجة. يعني انت بتقولي ان انت ما كنتيش مهتمية خالص بالمجال ده، وبعد كده دخلتي المركز واخدتي كورسات وبقيتي حب الموضوع. طيب يعني مين اللي عرفك على المركز او بداية اهتمامك بيه جت ازاي؟ بداية اهتمامي جت بي هي ان انا كنت بسمع يعني في مره كده عن طريق الصدفه، سمعت ان في سمعت مداخله لمدير المركز وهو بيعرض خدمات المركز، كان بيقدم المركز والخدمات اللي بيعرضها وكده وممكن نستفيد ايه وممكن نشتغل ازاي والمراحل اللي بنوصل لها وهكذا، فبالتالي قدمت على طول. بتشتغلي زي زمايلك برضو ولا بتشتغلي؟ انا بشتغل زي زمايلي الحمد لله، كمان بشتغل فول تايم مع شركه سعوديه. تمام. من وانت هنا في مصر ولا يعني؟ من وانا هنا في مصر. بشتغل معاهم فول تايم، وبجانب ان انا بشتغل فريلانسنج برضو، ده بيدعم الدخل خالص يعني. طب بتعملهم ايه يعني، دورك ايه او ايه اللي اتعلمتي المهاره او دوري انا او تخصصي انا الدراسي كان تطوير واجهات اماميه. تطوير الواجهات ده يعني اللي هو احنا بنسميه عندنا فرونت اند، بس مش عارفه الناس ممكن تفهم المسمى ولا لا، بس هو تطوير لمواقع الويب، تطوير لمواقع الويب للواجهات الاماميه، ويب سايتس يعني على المواقع سوشيال ميديا. بالظبط، مظبوط حضرتك كده. طب ده اتعلمتيه في قد ايه تقريبا؟ ده اتعلمته يعني بصي، هو ده هي يعني الناس لو عندها اساسيات وخلفيه عن الكمبيوتر ونفسه كده هي تقدر تتعلم ده في 3 شهور بس. تقدر في خلال 3 شهور ان هي تنافس وتدخل سوق العمل وتنافس كمان يعني، والمقصود هنا بسوق العمل مش بس المقصود بيه ان هو سوق العمل في مصر، لا بالعكس، سوق العمل احنا بننافس ناس محترفه في امريكا وفي فرنسا وفي دول الخليج وكل الاماكن دي، عندي زمايلي بيشتغلوا في شركات مالتي ناشونال كذلك يعني. هل المرتب مجزي؟ يعني تمام. هو اول حاجه يعني احنا بنعتبر فريش جرادويت مثلا، اللي هو اول ما تتخرج مثلا في شركات بتبدا الرينج بتاعها من 5 ل 6، وفي من 10 ل 15، انا موجوده في رينج 10 ل 15 برضو يعني، عندي حوالي 6 شهور خبره فهي كويسه يعني، خلتني جونيور. ده في الشهر مش فريش جرادويت. اوكي، وده يعني كويس يعني مرضي بالنسبه لك؟ طبعا يعني مرضي بالنسبه لي كبدايه طبعا. يعني انا يعتبر فريش جرادويت، انا اصلا مخلصه كليه تقريبا من سنتين. فهو طبعا مرتب مجزي يعني، ما فيش اي وظيفه اعتقد.
طب انت تتواصلي يا شيرين مع الشركات دي ازاي؟ ولا المركز بيسهل لكم ان انتوا تتواصلوا مع هذه الشركات، ولا انت بتقعدي تدوري، ولا يعني الموضوع بيمشي ازاي؟ المركز اكيد بيدعمنا ان هو بيوفر لينا وسائل وبيدلنا على الطرق اللي احنا ممكن نوصل بيها للشركات دي، بس كذلك بيبقى في دور علينا احنا ان احنا لازم نجتهد ونطور من المهارات بتاعتنا بحيث لما تيجي فرصه احنا نكون مستعدين وجاهزين ليها. بتطوري من مهاراتك ازاي؟ بطور من مهاراتي بان انا مذاكر وبنفذ مشاريع كتير وابني سي في كويس لنفسي وابني بورتفوليو كويس لنفسي، بحيث لما يجي مثلا صاحب الشركه او مسؤول التوظيف اللي هيوظفني ده يشوفه فخلاص بناء عليه هو ممكن يديني تاسك احلها فيشغلني. العمليه بتتم بالطريقه دي. طب شيرين، زي المواقع اللي ممكن نوصل عليها للناس والشركات بالطريقه دي زي لينكد ان مثلا، وفي مواقع اللي هي مواقع الفريلانس مستقل وخمسات والحاجات دي ممكن برضو بتساعدنا ان احنا بعد ما بننفذ مثلا فريلانس او حاجه لو شغلك عجب الناس فهم بيطلبوك بشكل فول تايم. طب شيرين، تقريبا اخيرا بتنفذي كم موقع، كم خلفية أمامية في الشهر؟ ما ده بيبقى يعني بيعتمد على حسب الحجم، فاهمة؟ على حسب حجم الموقع برضو اللي احنا بنشتغله. في مواقع مثلا بتمتد معانا لشهور لان هي بيكون المشروع كبير، وفي حاجات مثلا بسيطة سيمبل او كده ممكن تاخد من اسبوع لاثنين هكذا يعني. بتاخدش وقت. انا بشكرك كل التوفيق شيرين رجب، خريجة معهد تكنولوجيا المعلومات مركز إبداع مصر الرقمية بأسوان. معنا كمان محمد الطيري، خريج معهد تكنولوجيا المعلومات ومركز إبداع مصر الرقمية أسوان. برحب بك يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا كلمنا يعني عن خبرتك، وكلمنا كمان عن اللي استفدته من المعهد وتخصصك. تمام. أولا يعني دولة رئيس الوزراء نورنا جدا النهارده في زيارته. وانا هشام محمد الطيري، بكالوريوس علوم في الثروه السمكيه، بعد ما خلصت طبعا دراسه في كليه الثروه السمكيه يعني عملت شيفت كارير ان انا احاول اشوف مجال تاني لان انا شغوف جدا بمجال الديزاين. فبدات بعد كده سمعت عن منحه يو اي يو اكس في اي تي اي كرياتيف اسوان. رحنا قدمنا فيها والحمد لله اتقبلنا. بعد كده كان شروط التقديم صعبة ولا كانت سهلة؟ لأن أنا أصلا عندي باك جراوند عن الديزاين وكده، فكان البروسيس كانت بسيطة بالنسبة لي صراحة. حتى التستنج والحاجات اللي اتعملت للاي كيو تيست والإنجليش والكلام ده كان بسيط يعني بالنسبة لي أنا شخصيا. وحتى أصحابي كلهم، زمايلي كلهم لما دخلوا معايا في التراك يعني ما كانش فيه أي مشاكل في الجزء بتاع الاختبارات أو كده. طيب قولي بقى، يعني تشتغل برضو ولا تشتغل؟ تشتغلوا على طول يا محمد يعني من قبل حتى ما تتخرجوا؟ انا يعني بنشتغل اصلا في يعني طبيعي الواحد بيشتغل، بس احنا كنت بشتغل في الاول جرافيك ديزاينر، بعد كده لما دخلت التراك اهتموا بينا اكتر في جزء الفريلانسنج ان احنا لازم نجيب بروجكتس نشتغل فريلانس على منصات العمل الحر زي ابورك وخمسات وكده. فبدأنا بعد كده من النقطه دي ننطلق ان احنا نحاول نديفلوبمنت نفسنا في جزء المنصات اللي هي الايه العمل الحر. بعد كده حاليا احنا شغالين، احنا تيم مكون من 7 افراد شغالين على منصات لبيع المنتجات الرقميه. الميزه في المنتجات الرقميه ان هي ممكن اكتر من شخص يشتريها، يعني الفريلانسنج جوبس انا بروح اعمل لعميل الجوب اللي هو عايزها، لكن المنصه دي انا بقدر احط عليها برودكت معين يتباع اكتر من 20,000 مره 50,000 مره على حسب الكواليتي المقدمه في البرودكت والطلب عليه في الماركت بليس نفسه. من الواضح جدا ان انت خبرتك يعني كبيره، والمعهد اكيد اثقل هذه المهارات. تقريبا العائد يعني لو تسمح لي اسالك، يعني بما ان احنا عايزين ننشر ثقافه الابداع ما بين الشباب فعايزين نشجعهم على الدراسات الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات وأنهم يواكبوا التطور بشكل أكبر، تقريبا العائد قد إيه؟ والله هو بصفة عامة يعني الدخل لما بيجي بالعملة الصعبة بيكون مختلف عن أي شركة في يعني لو أنت بتاخدي دخل بالعملة المصرية يعني بالجنيه المصري، فيعني بنتكلم في رينج مثلا ممكن من 15 ل 20 مثلا. شغلك بيكون تقريبا بتمسك كم مشروع في الشهر؟ يعني اشرح لنا كده طبيعته.
تمام. احنا طبيعه الشغل بتاعنا ان احنا بنعمل برودكت ونحطها على الماركت بليس. منتجات بتعملوا منتجات بالظبط؟ نعم ديزاين المنتجات بالظبط. فالمنتجات دي بتاخد فتره طويله في شغلها، ممكن في برودكت ياخد شهر، في منتج تاني ياخد مثلا، احنا شغالين حاليا على منتج بقالنا فيه 7 شهور، يعني هي بتاخد وقت طويل بس بيكون العائد بتاعها يعني مجزي، ان هي بتستمر يعني زي باسيف انكم، هو شغال بيبيع وانت يعني نايم في البيت بالظبط. طيب مبسوط بهذه التجربه يا محمد؟ المجال اللي انت فيه ده مبسوط بالمجال، حابب ان انت توسع مشروعك بشكل اكبر، عايز تنشئ الشركه الخاصه بيك، يعني طموحك ايه في المجال ده بالظبط؟ احنا حاليا يعني بنعمل على ان احنا نعمل كومباني اصلا، يعني نحول التيم الصغير ده هو يبقى شركه كويسه. احنا بعد ما نعمل نشر التول الجديده ان شاء الله، الخطه اللي جايه ان احنا العائد منها ان احنا هنعمل شركه تبقى كويسه جدا ومنافسه جدا ان شاء الله في السوق. بشكرك وكل توفيق ليك يا محمد. محمد قطيري خريج معهد تكنولوجيا المعلومات مركز ابداع مصر الرقميه باسوان. هنروح لفاصل ونستكمل من بعده باقي حديثنا، ويمكن كمان ملف مهم وهو الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد الفاصل. بالرغم أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية سوف تجرى في نهاية العام، إلى أنه من يتابع الشأن الأمريكي في الداخل يشعر أن الانتخابات لا يتبقى عنها سوى أيام قليلة، في ظل احتدام المنافسة بين المرشحين من أجل الوصول للبيت الأبيض بالانتخابات الرئاسية الأمريكية رقم 60 في تاريخ أمريكا. لمزيد من المعلومات وتفاصيل حول صراع انتخابات الرئاسة الأمريكية يشاركنا النقاش دكتور أحمد سيد أحمد، خبير علاقات الدولية والشؤون الأمريكية بالأهرام. مرحبا بك يا فندم. أهلا بك خلود. أهلا بك. وأيضا هينضم إلينا بعد قليل عبر سكايب من نيويورك الأستاذ أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك يا دكتور أحمد. ومن الواضح جدا أنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية رقم 60 بتحمل من السخونة والصراعات والتوترات الكثير والكثير. لماذا بدأت مبكرا؟ يعني احنا لسه فاضل لنا تقريبا 10 شهور، لماذا بدات هذه الصراعات مبكرا برايك؟ لا، هو السخونه طبعا بترجع الى طبيعه المرشحين، يعني وجود الرئيس ترامب ده كان رئيس سابق، لاول مره في تاريخ امريكي رئيس يخرج من الرئاسه ومده واحده، ثم يعني لديه احتمال كبير ان يعود مره اخرى بعد للرئاسه، وهذا لم تحدث في التاريخ الامريكي الحديث. سخونته ايضا ان الرئيس ترامب الرئيس السابق لديه 91 تهمة في 4 قضايا رئيسية، وأول رئيس يحاكم بهذا الأمر. سخونتها أيضا هو مستوى الخطاب السياسي والتبادل الاتهامات ما بين الرئيس ترامب والرئيس بايدن، واتهم هذا بالنازية واتهم هذا طبعا بالنعسان. يعني وجدنا قاموس سياسي في الجانب الأمريكي لم يكن مألوفا من قبل، يعني نجد ألفاظ مثل أنه يعني نعسان والتائه وأنه خريف، يعني ألفاظ طبعا يستخدمها ترامب، اتهامات متبادلة واضحة وصريحة لكن أنا في اعتقادي مصدر السخونة الأساسي هو أن استطلاعات الرأي بتظهر تقدم الرئيس ترامب أو ترامب الرئيس السابق ترامب، رغم أنه يعني نادرا ما يكون رئيس في السلطة وتتراجع شعبيته، يعني كل استطلاعات الرأي بتشير لتقدم ترامب على الرئيس بايدن بأكثر من 12 نقطة، وهذا معدل يعني كبير حقيقة بالنسبة لاستطلاعات الرأي التقليدية. النقطة المهمة أيضا أن الانتخابات بدأت، طبعا هي بتبدأ قبلها بعام فيما يسمى النظام الانتخابي الأمريكي الانتخابات التمهيدية، بمعنى كل حزب، الحزبين الكبيرين حزب الجمهور والحزب الديمقراطي، يقوم المرشحين الأحزاب أو الحزبين بإجراء انتخابات تمهيدية على مستوى الأحزاب في الولايات، ثم في تقريبا في شهر 6 القادم يتم بعد الانتخابات التمهيدية من يحصل على أكبر أصوات في تلك الانتخابات ينال الثقة أو ترشيح الحزب رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستكون في نوفمبر. وبالتالي الانتخابات دائما تبدأ قبلها بعام. الحزب الديمقراطي لديه مرشح واحد فقط طبعا هو الرئيس بايدن، وهذا عرف أن الرئيس عندما يعني في مدة ويترشح لأحد يترشح. الحزب الجمهوري كان هناك 6 مرشحين، الآن أصبحوا 3 فقط، الرئيس السابق ترامب ويعني رئيس أو حاكم ولاية فلوريدا دي سانتيس، وحاكمة ولاية نورث كارولينا السابقة نيكي هيلي، وكانت يعني مندوبة أمريكا في عهد ترامب، وانسحب يعني رجل الأعمال رامو ساموي في يعني اليوم أو يعني انسحب تماما،
وانسحب كريس كريسبي حاكم نيوجيرسي ايضا، ولم يتبقى غير الثلاثه. في جرت انتخابات تمهيديه في اول ولايه طبعا تبدا الانتخابات، ولايه ايوا يوم الاثنين الماضي، يعني فاز الرئيس ترامب او يعني او الرئيس السابق ترامب المرشح ترامب، وفاز دونالد ترامب باغلبيه ساحقه 51% في المنافسه الاولى في السباق الجمهوري. توقعاتك هذه المره؟ انا في اعتقادي يعني كل المؤشرات تقول انه يعني الاوفر حظا لين ترشح الحزب الجمهوري ليكون المنافس الاساسي امام الرئيس بايدن، الا اذا يعني بلغه الا اذا يعني تعثر ترامب في المحاكم والقضايا وربما يعني صدرت ضده يعني ربما. لكن انا في اعتقادي حتى الدستور الامريكي، حتى الرئيس ترامب حتى لو او الرئيس مرشح ترامب حتى لو حكم وحكم عليه بالسجن ودخل السجن، هذا قانونيا لا يمنعه من الترشح والانتخابات وحتى الفوز في الانتخابات طبقا للدستور الامريكي. وبالتالي هي طبعا معركه ساخنه في ظل طبعا اجواء مختلفه تماما، يعني هناك ارتفاع مستوى المعيشه في امريكا، هناك ارتفاع الاسعار، هناك يعني تكلفه الحياه ارتفعت، هناك تدهور اوضاع اقتصاديه في امريكا بسبب سياسات طبعا الرئيس بايدن الخارجيه، يعني دعمه في اوكرانيا ودعمه ايضا لقطاع غزه وتراجع الشعبيات. وبالتالي هي تمثل اهميه كبيره وانتخابات مفصليه في السياسة الأمريكية، لأن سيترتب عليها تحولات مهمة. يعني إذا فاز دونالد ترامب وعادل الرئاسة سيكون هناك تغير واضح في ملفات عديدة داخلية وخارجية، خاصة في قضية أوكرانيا، التعامل مع الصين مع روسيا، على المستوى الداخلي أيضا السياسات الاقتصادية. ونعرف أن كل منهما لديه يعني توجه متناقض تماما، يعني الرئيس ترامب مع فكرة تخفيض الضرائب، الرئيس بايدن يفرض مزيد من الضرائب، الرئيس ترامب يعني يريد طبعا الاعتماد على الوقود الاحفوري يعني والفحم للصناعه الامريكيه، الرئيس بايدن لديه توجهات متعلقه بالمناخ والطاقه المتجدده، يعني هناك تناقضات. لكن في كلا الاحوال الانتخابات الامريكيه بسبب قوه امريكا وتشابكها الاقتصادي العالمي وتشابكها السياسي وجودها في ملفات كثيره بيجعل هذه الانتخابات مهمه من حيث نتائجها ومن حيث الرئيس الذي سيفوز، لانها سيكون لها انعكاسات خارجية وداخلية مهم. يمكن طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يكون في حصانة رئاسية شاملة حتى للملاحقات القضائية دون وجود حدود، شايف هذا المطلب إزاي؟ ويعني مصير ترامب القانوني؟ أنا في اعتقادي يعني هو طلب هذا الحصان، لكن من الناحية العملية والقانونية والدستورية صعب يحصل عليه، لأن الرئيس أو ترامب الآن ليس رئيس، ليس في السلطة، هو الآن مرشح كمواطن زي أي مواطن أمريكي، وبالتالي من الناحية القانونية والدستورية لا يستطيع الحصول حتى وإن كان رئيس سابق، لأنه بمجرد ترك السلطة يصبح كأحد المواطنين العاديين ويتمتع بأي حصان. لكن عندما يكون في السلطة لديه بعض الحصانات، لديه يعني سلطة العفو وعفو حتى عن نفسي في بعض القضايا. احنا بنتكلم عن حصانة رئاسية شاملة اللي هي ما فيهاش ليميتس، ما فيهاش حدود. لا هذه صعبة طبعا، صعبة طبعا، الجانب الأمريكي والدستور الأمريكي والقانون الأمريكي صعب يمنح هذه الحصان. لكن في كلا الأحوال هناك الآن 91 تهمة ضد الرئيس ترامب، سواء يعني تهم جنائية وتهم فدرالية وتهم مالية، يعني خاصة بتهم مدنية مثل يعني نيويورك، ويعني طبعا رشوة ممثلة الأفلام الإباحية، هذه تهمة مدنية تكون غرامة غالبا. لكن التهمة الأخطر في اعتقادي التي يمكن أن تطيح بالرئيس ترامب هي المتعلقة بأحداث 6 يناير واقتحام الكونجرس الأمريكي، لأن الدستور الأمريكي بينص في الدستور تعديل 14 أنه فقط يمنع الشخص من تولي منصب عام بما فيه رئيسة الأمريكا إذا شارك في تمرد، والتمرد هنا كان مرتبط بحرب الأهلية الأمريكية، هذه التهمة فقط الذي تحول دون توليه المنصب. حتى الآن هم يحاولون الديمقراطيين تكييف التهمة بأنها نوع من التمرد، هو يقول تحريض على الاقتحام الكونجرس الأمريكي، تحريض على رفض إنتاج الانتخابات. لكن هل إذا حكم القضاء الأمريكي وقال أن ترامب شارك في تمرد، هنا ستكون مشكلة. مصير بقى ترامب قانوني بعد هذه الملاحقات في الانتخابات الرئاسية القادمة برأيك إيه؟ من الناحية القانونية باستثناء هذه التهمة إذا لم تتحقق عليه، حتى لو وجهت إليه اتهامات كثيرة سواء في جورجيا بتغيير الانتخابات أو في فلوريدا بتهمة أن هو يعني الحفاظ على وثائق سرية كان المفروض أن يسلمها للأرشيف القومي الأمريكي، أو فيما يتعلق حتى بنيويورك ويعني وغيرها من القضايا، هذه التهم حتى لو لن تعيقه من الترشح، لن تعيقه من الفوز، حتى لو سجن ترامب يعني ليس هناك مشكله قانونيه ويستطيع ان يكمل حتى ويحكم امريكا من السجن. لكن هذه من الناحيه النظريه، لكن من الناحيه العمليه الذي نراه ان كلما زادت التهم على ترامب كلما زادت شعبيه ترامب،
بمعنى اخر كل يعني هي علاقه عكسيه، كل ما زادت طرق استطلاعات الراي تظهر تقدم ترامب. حتى الـ الـ يعني حتى القضايا الاخيره متعلقه بولايه كولورادو عندما يعني منعت ترامب من خوض الانتخابات التمهيديه، وطبعا المحكمه العليا في واشنطن الدستوريه العليا تنظر في هذا الامر، كلما زاد هذا الامر ضد ترامب زادت شعبيته، لان ترامب وانصاره هو يوظف الرجل جدا هذه الاتهامات، ويظهر انه مضطهد سياسيا من قبل الديمقراطيون، ان هناك معركه شخصيه وانتقاميه منه لمنع وصول البيت الابيض، وبالتالي هناك قناعه كبيره لدى القاعده الشعبيه في الحزب الجمهوري مقتنع ان ترامب هو يعني مضطهد، وان الرئيس بايدن يستخدم السلطه القضائيه وزاره العدل ويستخدم السلطه التشريعيه والكونس الامريكي لملاحقات ترامب. ونعرف ان ترامب اول رئيس في امريكا ايضا يعني حقق كل الارقام القياسيه، الرجل اول رئيس يعني يحكم بالعزل مرتين في الكونس الامريكي حتى بعد ان خرج من السلطه بكل هذه التهم، فهو رجل الارقام القياسيه، وحتى انعاد البيت الابيض هذه اول مره ايضا تحدث في التاريخ الامريكي. وبالتالي ترامب كرجل يعني شعبوي او يعني مفهوم الشعبويه هو يخاطب العقل الامريكي، وبالتالي انا في اعتقادي الفرص الاهم لفوز ترامب هي انه يلعب او يوظف اخطاء الديمقراطيين، اخطاء الرئيس بايدن، لانهم ترامب كان في ولايته الاولى كان متقدم في الناحيه الاقتصاديه، لولا فيروس كورونا تذكر في عام 20 في منتصف ولايته الاولى هذه الولايه فيروس كورونا قضى عليه سياسيا، يعني حصل طبعا انهيار اقتصادي مع الاغلاق وهذه المشكلات، لكن هو كرجل اعمال خلفيه رجل اعمال لديه قدره على تحقيق انجازات اقتصاديه وليس من خلفيه سياسيه. الان الرئيس بايدن لديه اخفاق اقتصادي ولديه مشاكل في السياسه الاقتصاديه، وهناك كما نرى يعني ازمه الدين الامريكي، ثم ازمه الاغلاق وقضيه الاغلاق، وهناك الان يعني تسكين يعني يتم تمويل جزئي لمده شهر ونصف ليس ميزانيه كامله للعام كام. والرئيس بايدن توسع في الانفاق واتهم الجمهور بانه يعني هناك توسع في الميزانيه والعجز الامريكي، وبالتالي ايضا هناك تراخي في موضوع الهجره، يعني هناك قضايا كثيره سيستغلها ترامب حقيقه هو بالفعل استغلها. ولكن يعني على صعيد آخر أيضا الرئيس بايدن بيستغل بعض المواقف وبعض الهجوم وبعض الألفاظ اللي بيستخدمها ترامب ضد الأمريكيين وضد العرب. يمكن احنا شفت مقابلة أخيرة، طبعا حضرتك عارف انه موقفه من كل ما يحدث في غزة أدى إلى تراجع شعبيته بشكل كبير جدا، بالذات من الشباب وأيضا من الأقليات العرب. وبالتالي لا، في كمان استغلال أيضا لهذه النقطة، وكل مهمة يستغل الآخر، لكن الرئيس بايدن هو يحاول تخويف الأمريكيين من عودة ترامب. نعم. يقول أنه ضد الديمقراطية، أنه فوضوي، أنه يعني الخطر السياسي، وأنه يكره لاسع، العرب، وأنه يعني يكره العرب، يعني آخر مرة وصف تعبير غريب، اتهم دفع ببايدن يتهم ترامب بالنازية، بالعودة مرة أخرى النازية، عندما قال أن المهاجرين يسممون دماءنا، وانه سيقتل اي ما يسمى الحشرات، فاتهمه بانه نازي. لكن العقليه الامريكيه والمزاج الامريكي هو يتقبل مثل هذه المصطلحات، يعني انا اتذكر عندما جاء ترامب في حملته الاولى قبل يعني 2016 كان يخاطب بالفاظ صعبه ضد المراه الامريكيه، وكان لديه يعني حتى يعني الفاظ صعبه، ومع ذلك نسبه عاليه والمسيحيين ايضا والمسيحيين وكلهم انتخبوه بالفعل. وبالتالي هو ترامب ما يهم النخب الامريكي في النهايه خلود، هو يعني كما يقولون المواطن يصوت ويده على جيبه الاقتصاد. نتذكر زمان عندما قال بيل كلينتون للرئيس جورج بوش الاب، وكان اعزب رئيس في السياسه الخارجيه الامريكيه، قال انه الاقتصاد يا غبي. الوضع الاقتصادي في امريكا صعب، هناك ارتفاع مهول، يعني جالون البنزين على الاقل في الازمه في خلال العامين الماضيين كان يعني ب 2 دولار ارتفع الى 9 دولار، وهذا رقم خيالي، يعني الامريكان طبعا يمثل قلقا. وبالتالي الامريكان لا يهمهم تصريحات ترامب، هو يعرفون هذا الرجل وشخصيته هو انه صريح، وانه يعني لم يتربى في النخبه السياسيه التقليديه، وجاء من خارج المؤسسات الامريكيه السياسيه التقليدي، وبالعكس هو يخاطب، هو يدرك جيدا ان هناك ازمه في امريكا، هناك بنيه اساسيه يعني منهاره، هناك وضع اقتصادي صعب، ويستغل كل هذه النقاط، خاصه ان ايضا عامل السن بالنسبه للرئيس بايدن، يعني الرئيس بايدن يعني هو 80. ده كان سؤالي تري لحضرتك، انه يعني من الواضح ان ترامب بيعتبر هو المرشح الاوفر حظا بالنسبه للحزب الجمهوري، هل بقى بايدن هو المرشح بالنسبة للحزب الديمقراطي؟ وعمل السن هنا عمل يعني لا يمكن الاستهانة به، بنتكلم عن فوق السن 80 سنة، 84 سنة طبعا. لا، المشكلة كمان أن الرئيس بايدن لديه زلات لسان، يعني بعض الأمور أخطأ في وزير دفاعي لود إستن،
ويعني وصلحت له كمال هارس نائبته يعني اكثر من مره كان يخطا في الاسماء وفي كده. لكن دائما العرف السياسي ان الرئيس الذي يفوز بالاول فتره يرشح الحزب في الولايه الثانيه، لا احد يترشح ما، وبالتالي الحزب الديمقراطي مضطر لقبول الرئيس بايدن، رغم ان هناك قطاع كبير من الديمقراطيون بداوا يشككون في القدرات العقليه وأداء الرئيس بايدن في الفترة المقبلة، هم كانوا يتمنون مرشح آخر خاصة حاكم كاليفورنيا، ولكن في نهاية المطاف الرئيس بايدن هو يعني أنا في اعتقادي هو قال أنه لولا ترامب ترشح لما كنت ترشحت، ويدرك جيدا أن يعني مع تقدم السن ومع زيادة الأعباء الرئاسة، لكن في نهاية المطاف الرئيس بايدن سيدفع ثمن كثير من سياساته الخارجية والداخلية، يعني دعم اللامحدود لأوكرانيا أكثر من 113 مليار دولار. الدعم توقف الآن لأوكرانيا؟ لا لم يتوقف، ولكن يعني الدعم الجديد المتعلق بالميزانيه هناك الان يعني هو عرض ميزانيه على الكونجرس 106 مليار تتضمن 14 مليار دولار لاسرائيل واكثر من 40 مليار دولار لاوكرانيا. طبعا الكونجرس الامريكي رفض اولا لسببين، اللي بسبب انه علامات استفهام الجمهوريين ضد دعم اوكرانيا اللامحدود، الامر الثاني هم يطالبون ايضا لكي يوافقوا عليها بتقليل الانفاق وزياده ميزانيه الهجر، يعني مرتبط ايضا ببنود اخرى في الميزانيه. لكن على الاقل هو سياسة بايدن الخارجية عسكرت العلاقات الدولية، بمعنى إشعال جبهة أوكرانيا واستنزاف روسيا ومحاولة يعني أيضا في آسيا إشعال برضو أيضا أزمة تايوان ومحاولة يعني تسخين هناك وبناء تحالفات حتى الشرق الأوسط، عسكرت الشرق الأوسط كما رأينا في البحر الأحمر. سياسة أمريكا الخارجية في عهد إدارة بايدن تقوم على فكرة العسكرة وبالتالي سباق التسلح وبالتالي التوترات العالمية. هذه السياسة لها ارتدادات على الداخل الأمريكي، بمعنى هناك علاقة ارتباطية ما بين السياسة الخارجية وبين الاقتصاد الأمريكي. مثلا علاقاته مع الصين متوترة أدت إلى فرض عقوبات صينية أيضا مضادة للعقوبات الأمريكية، وبالتالي تضرر المواطن الأمريكي. أيضا فكرة نقل المصانع من وفرض يعني حظر على رقائق أشبال الفلزات والرقائق الإلكترونية على الصين أثر على الصناعات الأمريكية الداخلية. أيضا علاقاته مع الجانب الأوروبي أيضا أثر، واستنزاف أمريكا في أوكرانيا بشكل غير محدود أثر أيضا على الميزانية الأمريكية وبالتالي جاء بالتالي. حتى إدارة الملف السياسة الخارجية ملف غزة أيضا تراجعت شعبيته بين الشباب، وهناك رفض وأن الدعم المطلق والمتماهي لإسرائيل أدى بأولا صورة أمريكا في العالم اهتزت، يعني أمريكا الدولة التي كانت تقود ضمنها كحامية لحقوق الإنسان والحريات والقانون الإنساني، كل هذا سقط وفشل في اختبار غزة، وجد أن أمريكا تحمي إسرائيل يعني وهي تقوم بجرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني. الأمر الثاني مصداقية أمريكا في العالم، لم تعد أمريكا اللي هي القوة العظمى والبلد الحريات، لم كل هذه الصورة انهارت. الأمر الثالث أن مصالح أمريكا في الشرق الأوسط أيضا على المحك، لأن السياسة الأمريكية تؤدي لضرر هذه السياسة وبالتالي توترات. وبالتالي أنا كل هذه النقاط والإخفاقات وللرئيس بايدن سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، أنا أعتقد أنها النقاط لصالح ترامب ربما تقوله إلى الفوز والعودة للبيت الأبيض. أنا هستأذنك دكتور أحمد، بينضم إلينا عبر سكايب من نيويورك الأستاذ أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي. أستاذ أحمد بعد التحية، رؤيتك لكل هذه التوترات والصراعات للانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى قبل، يعني احنا قدامنا 10 شهور، فرؤيتك ايه لهذه الصراعات المبكرة برأيك؟ مساء الخير، التحية والتقدير لكم وللسادة المشاهدين والمتابعين. طبعا مسألة مبكرة دي المجتمع الأمريكي تعود عليها، لكن عام 2024 بيشهد مجموعة من يعني من المستجدات والأحداث اللي تؤكد ان هذه السرعة وهذا الاستعجال في نتائج يعني مستقبليه بتشغل راي العام الامريكي والعالمي، ان في ثلث العالم 77 دوله عندهم انتخابات اما رئاسيه او برلمانيه او محليه. طبعا الانتخابات الرئاسيه هي اللي بتشغل بال العالم، لان في دول عظمى يهم جدا العالم مين هتكون القياده اللي هتتحكم في العالم لمده 4 سنوات قادمه او أكثر، ممكن يكون إعادة يعني تأكيد لرئيس انتخب في هذا العام. نرجع نقول إن 5 نوفمبر 2024 ده اللي هيكون النتيجة النهائية اللي هتعقد الانتخابات تعقد فيه، ثم في 20 يناير 2025 هتعلن في أمريكا من هو الرئيس الفائز. حتى الآن بنقول إن في الداخل الأمريكي انتخابات هذا العام تتميز بأنه في ال3 سنوات السابقة من إدارة والسنة الرابعة حاليا إدارة الرئيس بايدن، أمريكا دخلت في حربين ما كانوش في أيام الرئيس السابق ترامب، حرب روسيا وأوكرانيا في عامها الثاني، حرب إسرائيل على قطاع غزة وفلسطين اللي دخلت 106 يوم،
نقدر نقول ان التعداد السكاني اللي حصل في الداخل الامريكي في 2020 ده يعتبر احدث استطلاع لعدد السكان، وبالتالي الكتل الانتخابيه اللي هتكون في عام 2024 متماشيه تماما مع احدث تعداد سكاني. نقول ان الرئيس الحالي بايدن ونائبته كاميلا هاريس هما الاثنين ناويين يترشحوا. ثلاثه، ان الرئيس الاسبق ترامب في جولته الاخيره في ولايه هواي او هاي ايوه في ولايه ايوه اعتقد انه كان عنده نسبه تفوق 50% على الواقفين قصاد منه اللي هي دي سانتوس من ناحيه، والسيده الامريكيه الثانيه اللي كانت مندوبه امريكا في الامم المتحده. نقدر نقول هذا عنصر مهم، لكن العنصر الثالث كمان ان يتم تحديد مستقبل الولايات المتحده الامريكيه ومستقبل العالم من هذه الانتخابات. اللي حاصل انه في الداخل الامريكي الظرف اللي واقع فيه الرئيس بايدن ان شعبيته بتنخفض، ومن ثم هناك صراع اول مره يحصل في تاريخ الانتخابات الامريكيه ان يكون رئيس سابق وهو ترامب متهم ب 91 اتهام، ومن يوم لاخر تطلع ولايه من الولايات تقول حمنع ان هو الجمهور عندي يرشح، وبالتالي هو بيفوز في صراع. الحقيقه اول مره المجتمع الامريكي يعيشه ما بين رئيس سابق بيقاتل من اجل ان تكون له فرصه، والحقيقه الضعف اللي حاصل في اداره بايدن يدي فرصة كمان نقول إن ممكن ترامب تكون فرصه في السباق الرئاسي. دكتور أحمد كان بيقول لنا إن كلما زادت هذه الاتهامات على ترامب زادت شعبيته، لأن هو بيستغل حتة إنه هو أو بيروج يعني دعائيا إنه هو مضطهد من قبل بايدن وحزبه. للأسف الشديد هذه أحد النقاط اللي مش بس هو اللي بيروجها. نقدر نقول إنه في 6 يناير لما حصل الهجوم على المبنى الكونغرس، طبعا ده كانت حاجة سابقة في التاريخ الأمريكي انها زعزعت صورة أمريكا الزينية أمام العالم وهزت صورة الديمقراطية، وقلنا ان عنده 71 مليون من المعجبين به واللي وقفوا معاه في الانتخابات بتاعته، لكن مسألة الشعبوية أو الانتقادات اللي كانت بتوجه إليه خلال الثلاث أعوام الماضية اللي احنا عشناه مع رئيس بايدن والديمقراطيين، حسينا أنه فعلا الشعب الأمريكي قال لك فين أيامك يا ترامب، كان الاقتصاد قوي. حتى هو في خطابه الأخير في أيوة قال أنا لو كنت موجود ما كانتش حصلت حرب أوكرانيا ولا حرب غزة، ولا كان الاقتصاد الأمريكي ضعضع كده، ولا كانت الصين تغلبت علينا وكانت تايوان دي اللي ما حدش سامع صوتها. يعني هو بيتكلم في نقاط الحقيقة بيمهد، لانه مهما كان عنده قضايا بيفلت منها واحده ورا الثانيه، لكن عنده لازال في الشارع زخم ناس بتقدر انه هو لو عاد ثاني هيرجع لقصه امريكا اولا، وانه كان هو ضد مساله فتح الحدود دلوقتي في ايام ترامب في 8 مليون مهاجر غير شرعي دخلوا لامريكا بيشكلوا برضه ضغط اقتصادي وسياسي وامني على المجتمع الامريكي. نعم، ايه التحديات اللي ممكن تواجه مرشح الرئاسه الامريكيه في طريقه الى البيت الابيض؟ أعتقد مجموعة من التحديات تخص الداخل الأمريكي، أن هناك شرائح من المواطنين اللي تعودوا على الانتخابات في الأعوام السابقة، مثلا شريحة العرب والمسلمين، شريحة الأفريكان أمريكان، دول دايما كانوا يقفوا مع الحزب الديمقراطي وهم اللي نجحوا بايدن في المرة الأخيرة. نظرا لما حدث من يعني دعم سياسي وعسكري غير مسبوق وغير مبرر ومفضوح من قبل أمريكا لإسرائيل، هذه الشرائح أعلنت صراحة للرئيس بايدن مش هنقف معاك، لدرجة أنه كان بيخطط يروح يزور ولاية ميتشيغان اللي فيها جالية عربية ومسلمة كبيرة، قالوا له من فضلك من الجيش مش هنستقبلك. فده تحدي بيواجهه. التحدي الآخر بتاع الرئيس الأسبق ترامب أنه لازالت المنافسة على مسألة القضاء هيتجاوز العقبات بتاعة القضايا اللي عنده. الاثنين المرشحين اللي قصاده نقدر نقول دي سانتوس بيمثل صوت، كمان نيكي هيلي بتمثل صوت تاني، لكن معظم الاستطلاعات بتقول ان هم الاثنين بيتنافسوا على المنصب رقم اثنين اللي هم يكونوا نائب الرئيس. لو حصل وان ترامب فاز في الانتخابات دي هنعود تاني لقصه امريكا اولا، وان هو كان مش داعم ابدا لحرب روسيا واوكرانيا، وان هتنسحب امريكا من كثير جدا من التحالفات، فاحنا امام تيار الحقيقه صعب تقدري تقولي امريكا القدام ولا امريكا الورا تتخلف من خلال الصراع اللي هيحصل في 2024. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد محارم الكاتب والباحث السياسي، بشكرك على هذه المشاركه معنا. اعود مره اخرى لضيفي في الاستوديو دكتور احمد سيد احمد. دكتور احمد،
هل هناك استراتيجيات معينة من الممكن أنه يعتمدها ترامب أو بايدن من أجل كسب ثقة الشارع وثقة حزبه مرة أخرى؟ أنا في اعتقادي الاستراتيجية تقوم على بالأساس على فكرة كيف يتعامل بايدن أو ترامب مع التحديات الاقتصادية الأمريكية والمشكلات التي تواجه أمريكا. يعني الرئيس ترامب كرجل الأعمال لديه رؤية واضحة فيما يتعلق بالإنفاق العام، فيما يتعلق بالضرائب، فيما يتعلق باستخدام الوقود والحفوري أو الطاقة المتجددة. لديه رؤية كاملة شاملة لإنعاش الصناعة الأمريكية. والرجل يرفع فكرة كما رفع في الولاية الأولى أمريكا أولا، فكرة أن أمريكا لا تدخل في صراعات أو في حروب، إنما التركيز على الداخل على بناء القوة الأمريكية. الرئيس بايدن يقوم على استراتيجية فكرة الحفاظ على التنوع الأمريكي ويعني فكرة الأقليات وفي مفهوم الديمقراطية، وأن ترامب يمثل تهديد. وبالتالي يعني هي استراتيجية تقوم على فكرة التخويف من الرئيس ترامب. لكن حتى الآن الديمقراطيون والرئيس بايدن من الواضح أنه لا يمتلك يعني حلول أو بدائل حقيقية للتعامل مع هذه التحديات سواء الداخلية أو الخارجية، لأن هناك تضارب. حتى قضية الهجرة أيضا لم يفلح، وكان ينتقد الرئيس ترامب في بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وثم وقف هذا الجدار رغم أنه يعني كلف يعني تكلفة كبيرة. ومع ذلك قضية الهجرة تعد أحد المشكلات الأساسية، هي جزء من استراتيجية ترامب. هو فكرة أن هؤلاء كثير من المهاجرين يأتون بمشكلات داخل امريكا، يعني مثل المخدرات او غيرها، يعني وبالتالي هو يعتمد على القضايا المحوريه التي تهم الناخب الامريكي، قضايا المهاجرين، قضايا الاقتصاد. طبعا هناك طبعا يخاطب الانجليين التقليديين، يعني في ولايه ايوا هو فاز باغلبيه لان معظم سكانها من الانجليين المحافظين، يعني مختلفه، يعني فكره رفض الاجهاض، يعني في قضايا اجتماعيه، وبالتالي هو يخاطب هذه الفئات جيدا. لكن انا في اعتقادي هذه المره الاستراتيجيه المهمه هي لكل منهم هو كيف يكسب الولايات المتارجحه. هناك 6 ولايات متارجحه ابرزهم ميشيغان وويسكنسون وجورجيا، وهذه الولايات حقيقه فيها جاليات عربيه، فيها اقليات رغم ان عدد، لكن هي ولايات مرجحه، بمعنى ان هذه يعني دائما في امريكا هناك ولايات معروفه ان هي حمراء، ولايات زرقاء، يعني ولايات تخاطب يعني زرقاء تنتخب الحزب الديمقراطي، وحمراء هي جمهوريه بطبيعتها. هناك ما يسمى الاصوات المتردده او المتارجحه، وهذه الذي يكسبها الاول يعني الرئيس بايدن في الفتره السابقه بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا ويسكنسون، يعني هو كانت تصوت للرئيس ترامب ثم قلبها وفاز له بهذه الولايات المترجحة. الآن بعد موقف غزة والدعم الأمريكي لغزة، ميتشيغان على سبيل المثال فيها نسبة كبيرة من العرب والمسلمين، هم قالوا لن نصوت للرئيس بايدن. صحيح لن نصوت للرئيس ترامب، لكن على الأقل حرمان بايدن من هذه الأصوات قد تكلفه خسارة هذه الولايات المهمة، وبالتالي قد تكون أحد العوامل لعودة ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض. النقطة الثانية أيضا متعلقة بالاقتصاد، لأن الرئيس ترامب كما قلنا هو ماهر اقتصادي، هو ليس سياسيا، يعني طبعا لديه تصريحات سياسية مثيرة للجدل، لكن الأمريكان تعودوا على هذه اللغة وهذا القاموس الجديد. لكن ما يهمهم هو كيف ستعامل مع مشكلة البطالة، تتعامل مع مشكلة ارتفاع الأسعار الكبير في أمريكا نتيجة الأزمات العالمية، وهو لديه رؤية واضحة. وبالتالي الرئيس بايدن الآن هو في مشكلة متعلقة بتدني شعبيته، يعني منذ وقت قريب، يعني منذ شهور كل استطلاعات الرأي لم تظهر مرة واحدة تقدم بايدن عن ترامب، بالعكس ترامب دائما كان يزيد من 10 إلى 12 نقطة. الرئيس ترامب متقدم أو مرشح ترامب متقدم داخل الحزب الجمهوري بفرق كبير، يعني آخر انتخابات 51%، يليه مباشرة ديسانتس 21%، ثم نيكي هيلي 19%، وبالتالي 30 نقطة مهم. هذا يعني أن ترامب سيكون مرشح الحزب. الأمر الثاني أن إذا لم يغير الرئيس بايدن في هذه الفترة وهي فترة قليلة استراتيجياته ويعدل من سياساته، السياسات الخارجية أو السياسات الاقتصادية، كل الأمور بتشير لأن الرئيس أو المرشح ترامب سيوظف هذه الأخطاء لنيل كسب المرشح الأمريكي والعودة للبيت الأبيض. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بالأهرام. بشكرك على هذه المشاركة معنا. بشكركم مشاهدين على حسن المتابعة. كنت مع حضرتكم أنا خلود زهران، وشكرا دائما موصول من فريق العمل. إلى اللقاء.